على الرغم من الإرهاب والعدوان الإسرائيلي الغربي، ضربات جيشنا الباسل تخصم ظهر الإرهابيين المرتزقة وداعميهم ومموليهم. وفي ريف دمشق يواصل بواسلنا تنظيف الغوطة الشرقية، واليوم يعيدون الاستقرار والأمان إلى بلدة العبادة. مراسلة الأخبار ميس عاقل رافقت أبطال الجيش العربي السوري. جولة جديدة مع أبطال جيشنا العربي السوري. توجهنا عبر طريق المطار مرورا بحران العواميد والعتيبة والقيسة، وصولا إلى العبادة التي تعد معقلا للإرهابيين المرتزقة، والتي بسط بواسلنا سيطرتهم الكاملة عليها بعد القضاء على من فيها من إرهابيين. نحن الآن في بلدة العبادة أمام البلدية، وكما نلاحظ حجم الخراب والدمار التي خلفته المجموعات الإرهابية المسلحة. واليوم بواسل القوات المسلحة يعيدون بلدة العبادة إلى أهلها نظيفة وخالية من رش المجموعات الإرهابية المسلحة. وفي أثناء تمشيط البلدة فككت وحدة من عناصر الهندسة عددا من العبوات الناسفة تتراوح أوزانها ما بين 10 و30 كيلوغراما، زرعها إرهابيون على طريق البلدة لتفجيرها عن بعد. هذه البلدة تعتبر تنظيفة ضربة قاسمة للإرهابيين التكفيريين، وتم ذلك بجهود أبطال الجيش العربي السوري وتضحياتهم، ونعاهد بأن نستمر في مسيرة العطاء والتحرير حتى تحرير كامل التراب من رجز هؤلاء الإرهابيين. نحن بنحب نوصل رسالة للإرهابيين، بنقول لهم أنه نحن جايينكم وما كنتوا تكونوا، وكل يوم في عنا انتصار. قوات بواسلنا على مشارف قرية الجربة يلاحقون فلول إرهابيي جبهة النصرة، ولا زالت الاشتباكات مستمرة مع تقدم كبير لأبطالنا. بعزيمة وإرادة أشاوس جيشنا يبسطون الأمن والأمان أينما حلوا. لأخبار التلفزيون ميس عاقل، ريف دمشق. ونبقى في ريف دمشق، حيث استهدفت قواتنا الباسلة تجمعا لهم في عدر البلد ومغاور النبي ويس شمالية شرقية رنكوس بريف دمشق، وأوقعت أعدادا من أفراده قتلى ومصابين. كما بسطت قواتنا الباسلة الأمن والاستقرار في قريتي الدرخبية والبويضة والمزارع المحيطة بهما، أوقعت أعدادا من الإرهابيين بين قتيل ومصاب، ولاحقت فلولهم في منطقة الدروشة.